بهدف المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، أطلق حزب الاتحاد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية حول التنمية السياسية وأولويات الحوار الوطني بحضور رؤساء وقيادات أحزاب الجيل والمصر القومي والاتحاد. الطفرة اللي عاملها الرئيس السيسي بتوفير مناخ سياسي ملائم لمشاركة المعارضة الوطنية البناءة الإيجابية، في اهتمام من الدولة بالأحزاب السياسية بأنها تاخد مكانتها وتاخد الحراك السياسي بتاعها. استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني وإشارات مستمرة من الدولة المصرية بضرورة تفعيل الحياة الحزبية المصرية، فالأحزاب الثلاثة ارتقوا المشاركة الفعالة والبناءة في المشهد السياسي من خلال صالون يسري النقاش في الحوار الوطني. وخلال الاجتماع تم الإشارة على أن تحالف المعارضة الوطنية داعم للدولة المصرية يقف خلفها متراصا حول كل قضايا الأمن القومي للبلاد. يعني أنا لما أحب أنتقد مع إيجاد حل إن احنا يكون عندنا المعلومات أو المدخلات اللي تقدر تأهلنا لننتقد، مش إن احنا ننتقد ونقف مكاننا ونظهر مشكلة بس، لا، بنظهر المشكلة وبنظهر معاها الحل. احنا مؤمنين إن الحاجة ماسة جدا إلى إحداث ما يسمى بالتنمية السياسية. التنمية السياسية بتقوم على إن الشعب يدرك معنى المشاركة السياسية ومعنى المرحلة الراهنة، ويقدر كمان يستجلب الماضي علشان يقدر يفهم الحاضر ويتنبأ من أجل المستقبل. الصالون خرج بتوصيات وعدد من المقترحات التي تستهدف استكمال الخطوات الإصلاحية الفعالة التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال التنمية السياسية.